اليوم راح نتعلم طريقة جديدة لعمل بطاقة تهنئة دون الحاجة إلى الأختام والأحبار. المواد اللي راح نحتاجها لعمل هذه البطاقة: الورق المقوى، ونحتاج يكون بلون يعني مثل هذا اللون، وهذا الورق راح تكون قياساته 8.5 × 5.5 إنج، راح ينطوي بهذا الشكل فيكون قاعدة الكارت أو البطاقة. راح نحتاج ورق للتزيين، وراح استخدم هذا الورق، بس قبله أني أحتاج ورق أسود، هذا راح يكون الطبقة الخلفية بالنسبة لورق التزيين، وقياساته راح تكون 4 × 5.25، وهذا راح يكون أصغر من عنده مثل ما تشوفون بالصورة، يعني نريد الورق الأسود يظهر بهالشكل. أما بالنسبة للصورة الرئيسية هنا، أنا هذه الصورة حملتها من جوجل واستخدمت هذا الورق وطبعتها على هذا الورق وظهرت بهذا الشكل، وقصيتها بهاي القياسات 1.5 إنج. وبالنسبة للطول مالها راح يكون نفس طول أو عرض هذه الورقة، ورقة التزيين بهذا الشكل. بس أنا هنا أنا ما راح أخذ هذه الورقة وألصقها مباشرة بهالشكل، لا، راح أخلي هذه الورق الأسود أيضا، يعني راح تكون مثل البطانة. بس هنا أنا لما أستخدم هذا الورق الأسود ما راح أحتاج غير الجوانب، يعني أريد الورق الأسود فقط يظهر من الجوانب بهذا الشكل. أما بالنسبة للعبارة، أنا هنا أنا عندي هذا الختم وعندي هاي المحبرة، بس إحنا قلنا ما راح نستخدم لا أختام ولا أحبار، فشنو اللي صار؟ رحت للجوجل وأيضا طبعت هذه العبارة، وراح أشوف أي واحدة أختار، أعتقد راح أختار الثانك يو. وراح نحتاج هذه اللواصق، نحتاج جلو ستيك ودبل سايد تيب والفوم تيب، وراح نحتاج هذه فرشة التلوين اللي تكون ناعمة بهذا الشكل، وأيضا راح نحتاج الكلوراكس أو القاصر للتلوين، راح نحتاج المسطرة والكتر. هذه كل المواد اللي راح نحتاجها، ويلا خلينا نبدي. هنا أنا راح أستخدم القاصر أو الكلوراكس، وهي هاي الفكرة الجديدة بفيلمنا هذا اليوم، انه تستخدمين الكلوراكس للتلوين، ولهذا المفروض تستخدمين الورق لون غامق، يعني ما تستخدمين اللون فاتح، اللون الغامق راح يبين بي اكثر. ومثل ما تشوفين ألون الاوراق الورود كأنه بالالوان العادية، بس هو مجرد كلور، يعني هذا الكلور يقصر الورق فيظهر الألوان بهالشكل. تقدرين تستخدمين أي قلم تحددين الأماكن إذا تحسين الألوان طغت. هنا أنا استخدمت هذا قلم تلوين، يعني إذا أكو أماكن ما ضغطت بالكلور بشكل جيد تستخدمين ألوان، أو ممكن ترجعين بالكلور مرة ثانية وتلونين به. وهذا هو الشكل النهائي بعد تلوينها. هسه راح نبدي تحضير البطاقة، فنبدي بالقاعدة اللي هي 8.5 × 5.5، راح نطويها بهذا الشكل، بعد ما تطويها راح تصير قياساتها 4.25 × 5.5، وهنا راح نلصق الورقة السوداء اللي هي قياساتها 4 × 5.25، يعني أقل من القاعدة بربع إنج، وهذه مثل ما قلت لكم تكون قياساتها أصغر، يعني أصغر من الأربعة،
هسه خلي نبدي نلصق. راح استخدم الجلو ستيك. هنا أنا استخدمت الـ double sided tape. بالنسبة لهذه الصورة الرئيسية ما راح ألصقها مباشرة على الكارد، لا راح أستخدم ورق أسود كخلفية لهذه الصورة، وهذا الورق الأسود راح أحتاج إنه يظهر فقط من الجوانب، ما أحتاج لا من الفوق ولا من تحت الصورة. هسه راح تشوفون الطريقة. يعني أنا ألصق الصورة وبعدين أقصها، راح تكون أسهل لي مما أسوي قياسات وممكن يطلع القياس بغلط. فهنا تشوفون ألصقها وبعدين أرجع أقص زيادة. هنا راح نقص زيادة بحيث تتساوى مع الجهة الثانية بهذا الشكل، ونقصها من تحت نتخلص من هذا اللون الأسود. هسه عندنا الصورة الرئيسية للبطاقة كاملة اللي راح نحتاجها أن نلصقها على القاعدة، قاعدة البطاقة. ومثل ما قلت ما راح ألصقها مباشرة على القاعدة. هنا أنا راح أستخدم الفوم تيب، هذا يجعلها مثل ثلاثية الأبعاد. اللي ما متوفر أدها هذا النوع من اللاصق تقدر تستخدم ورق من النوع الثخين وتخلي به صمغ من الجهتين وتستخدمه، فراح يكون شبيه لهذا اللاصق. راح نلصقها بهذا الشكل. هسه باقي عندنا العبارة، أنا راح أستخدم هذه العبارة thank you. هنا أنا راح أقصها على شكل شريط بهالشكل، وأيضا راح أسويها أكثر من طبقة، راح أستخدم هذه الطبقتين، نفس الورق التزيين اللي استخدمناه بالكارد وأستخدم الأسود. هذا راح ينطي جمالية وحدود للعبارة. هنا أنا مدى أستخدم قياسات للورق، أخذ هذه الورقة ألصقها على هذا الورق اللي أريده، ورق التزيين، وبعدين أقص الزيادات. راح تكون بهذا الشكل. هسه يجي دور الطبقة أو الورق الأسود. أنا أحب استخدام الورق الأسود لأنه يبرز الصورة أكثر. هنا هم راح انقص اي زيادات. وهذا الشكل للنهائي للعبارة.
الآن يجي دور لصقها على البطاقة الرئيسية، وأيضا هنا أنا راح أستخدم الفوم تيب. يعني هسه احنا اليوم تعلمنا فكرة جديدة نقدر بيها نسوي بيها بطاقة تهنئة، فكرة حلوة وبسيطة. ان شاء الله تكون الفكرة نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوها وانتظروا من عندي افكار وطرق جديدة واخرى لعمل بطاقات تهنئة من المواد المتوفرة عند كل شخص. وهذا هو الشكل النهائي. وفيلمنا هذا اليوم خلينا نعتبره درسنا الرابع، لأنه أنا قبل هذا الفيلم نزلت 3 أفلام اللي هي 3 دروس عن طريقة عمل بطاقات تهنئة، وهذا هو الرابع. يعني الفيلم القادم راح يكون درسنا الخامس. فاللي حابة تدخل ويانا بهذه الدورة لا تنسى تشترك بالقناة، وإن شاء الله تحاولون، وأتمنى لو أشوف أعمالكم. وقبل ما أنهي الفيلم خليكم وياي. هسا عندنا هذا هو البطاقة مالتنا اللي عملناها اليوم. خليني أشوفكم أني الفكرة مال هذه البطاقة أخذتها من بطاقة ثانية عملتها قبل فترة اللي هي هذه. هذه البطاقة الأولى، وفكرة هذه أني أخذتها من هذه البطاقة. لكن هنا لا تشوفوها، تشوفون الحدود هذه، يعني هو اكو اختلاف، بالتأكيد اكو اختلاف بين البطاقتين. لكن بالنسبة للجمال راح نشوف انه هذه البطاقة ايضا حلوة وبطاقة مناسبة وهذه بسيطة. راح اشوفكم المواد اللي احتاجيتها حتى هذه البطاقة اسويها وتظهر بهذا الشكل. اللي احتاجيته اولا احتاجيت هذه الاختام، يعني هذه الوردة اني استخدمت لها هذا الختم. وبالنسبة لهذه العبارة انا احتاجيت هذا الختم واستخدمت هذه العبارة منها. هذا بالنسبة للصورة الرئيسية. بالنسبة واحنا استعاضينا عن هذه الاختام بانه طبعنا الصورة من الكمبيوتر بالطابعة، واستخدمت للطباعة او حتى استخدم هذه الاختام راح نحتاج الحبر، فاستخدمت الفيرسافاين. ويا هذا الحبر راح تحتاجين هذا الباودر اللي هو كلير امبوسينج باودر، وهذا الحبر مع هذا الباودر ما يشتغل الا اذا تستخدمين هذا التول اللي هو امبوسينج هيت تول. وقبل ما نستخدم كل هذه لازم نستخدم هذه الانتي ستاتيك باد اللي هو كيس بداخله مثل النشا، هذا تمرري على الورقة قبل ما تستخدمين الحبر والختم وكل هذه الاشياء. وتحتاجين ايضا هذا الاكريليك بلوك، هذا اللي تلصقين عليه الستامب، هذا الختم، يعني هذا الختم ما نقدر نستخدمه اذا ما نلصقه على هذا البلوك. فالمهم اني بس حبيت اشوفكم يعني اني شقد احتاجيت غراض ومواد في سبيل اعمل هذا الكارد.
وبالنسبة لهذا الكارد استغنينا عن كل هذه المواد، وهذه النتيجة نتيجة حلوة مناسبة، وأعتقد كل واحدة من عندكم تقدر تسوي مثله. وشكرا.